وفي فرنسا أيضا أمر قاضي التحقيق بمحاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد بشبهة بناء إمبراطورية عقارية في فرنسا تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو. رفعت الأسد أحد الأوجه الدموية للنظام السوري يعود إلى الواجهة مجددا، لكن عودته تأتي من باب فساده لا عن طريق انتهاكاته لحقوق الإنسان. القضاء الفرنسي يستعد لمحاكمة عم الرئيس الحالي للنظام السوري، وقائمة التهم تشمل بناء إمبراطورية عقارية في فرنسا عن طريق الاحتيال، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة، واحتيال ضريبي متفاقم، واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية، إضافة إلى تشغيل حراس وعاملين في المنازل في الخفاء. قائمة أولية لممتلكات الأسد العام في فرنسا تشمل مبنيين فخمين ونحو 40 شقة في أرقى الأحياء الباريسية، وقصرا ومزرعة ريفيين عدا عن آلاف الأمتار المربعة من المكاتب في ليون. في الواقع لست أدري ماذا أملك، هكذا قال القائد السابق لسرايا الدفاع السورية للمحققين في قضيته. قبل نحو عامين وضع القضاء الإسباني يده على أكثر من 500 عقار تعود ملكيتها للأسد في إسبانيا. بريطانيا بعد ذلك بوقت قصير جمدت أصول ممتلكات له ولعائلته بملايين الجنيهات الإسترلينية، فيما باع عقارين في المملكة المتحدة بوقت سابق على الإجراء البريطاني بقيمة تقارب 20 مليون جنيه إسترليني. شقيق حافظ الأسد كان الرجل الثاني في النظام خلال ثمانينيات القرن الماضي، ولعب دورا أساسيا في مجزرة مدينة حماة التي قضى خلالها عشرات آلاف المدنيين، عدا عن وقوفه خلف مجزرة سجن تدمر. وفيما تقدر ثروته بمئات ملايين الدولارات، يفتقد السوريون اليوم أبسط الخدمات في الداخل السوري، ويعاني مئات الآلاف منهم مصاعب اللجوء في دول الجوار.